مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نتسابق بها بياتير السيارة الزرقاء، يعني نختار هنا الريسين. شوفوا السيارة، إذا على بركة الله ننطلق. السرعة النهائية، شوفوا هنا خطيرة يا السيارة، خطيرة. أين هو المسار؟ يجب أن نتوخى الحذر هنا. شاهد المسار، يجب أن نصل إلى خط النهاية أولا. هكذا، اي 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 يجب ان نسرع قليلا. اسرع اسرع اسرع، لقد تأخرنا كثيرا. أصبحنا في المركز الثاني. نرجع إلى الخلف هكذا، ثم إلى الأمام. هنا السرعة النهائية، يجب أن نسرع. إذن هذا هو السباق، شاهد الدريفتين هنا في المنعرج. سوف نقوم بالدريفتين. دريفت آخر دريفت هنا، شاهدوا معنا كيف سيكون الدريفت. هو خط النهاية، احتللنا المركز الثاني. لا يهم، شكرا لكم على متابعة الحلقة، لا تنسوا متابعة الحلقة القادمة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.